Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today, we discuss critical care medicine. Critical care medicine. طبعا تابع للجنرال سيرجري هذا المتعلق في الجنرال سيرجري منه in a way of questions and answers. ونبدأ بالنيورولوجيكال سيستم ونسأل السؤال الأول what are the components of Glasgow Como scale. Glasgow Como scale شنو الكومبوننتس مكونات Glasgow Como scale. أولا الeye opening eye opening اوكي. وطبعا هذا المن هنا حتى يعني نذكرهن كم يونت لها بالارقام بالحساب لها 4 يونت الاي اوبننج. زين الاي اوبننج الفيربال ريسبونس الثانيه فيربال ريسبونس للأصوات الاستجابة للأصوات شنو حسب الأوامر الصوتية verbal response إلها 5 نقاط. والموتر response بالstimulation شلون يصير طبيعة الموتر response إلها 6 نقاط ولذلك المجموع شو يصير 15 نقطة. كلما قلت هذه النقاط كلما كان البروغنوسيس بتر الحالة زينة حالة المريض. وكلما تدهورت حالة المريض كلما زادت شنو اليونتس الوحدات. نجي للآي أوبنج شنو معنى الأربعة. إذا سبونتينيوس مفتوحة عينة واحدها تلقائية الفتح يفتح عينه يحكي وياك معناها منتبه معناها شنو نطي 4 نقاط. اوكي اذا لا هاي وحدها مفتوحه وهو يباوع بعينه ويحرك. اذا راسا نسيله ويفتح عينه الاستجابه للفيربال بالاوردر هذا نطي 3 نقول له افتح عينك يفتحها. اذا نسوي له ستيميليشن نوكشس ستيميلاي نزعجه يعني نبزه او نقرصه زين ستيميلاي نوكشس ستيميلاي هذا شنو 2. اذا ماكو ريسبونس ما يفتح عينه لكل هؤلاء هذا اني نو ريسبونس نعطي 1 زين هالشكل هذا. فنقول يابا نجي نقول يابا هذا الاي اوبننج اخذ بها مثلا 4 هي أعلى شيء. في حين إذا ماكو هنا ما أخذ النوت سبونتينيوس نور فيربال فقط تستميلوس نقول يا بابي 2 وبعدين نجمعهن مع من مع الفيربال ريسبونس. الفيربال ريسبونس شلون نشوفه أورينتد أند كونفرزنت يعني يحكي ويناقش يحكينا نحاكي ويحاكينا أورينتد هاي نعطيها 5 نشوفه disoriented ما متوجه نعطيه شنو 4 نشوفه يحكي كلمات متقاطعة ما لها علاقة inappropriate words inappropriate كلمات ما لها علاقة words نعطيه 3 نشوف incomprehensive sounds incomprehensive sounds بس مجرد أصوات يطلع incomprehensive sounds نعطيه 2 إذا no response أصلا no response نعطيه شنو 1 أوكي معناه شنو هذا intubated نقول عليه تي. الموتر response ثالث الموتر ريسبونس هذا ممكن مثلا شقد ياخذ منها 2 3 هم ناخذ من 5 شقد يطلع نطلعهن نقول مثلا على سبيل المثال ان بروبري ساوند 3 زين هاي هنا مثلا اخذ منه 3 اوكي
نجي للموتر ريسبونس. اوبي كوماندز، نقول له يا بحرك رجليك حرك ايديك، اذا يطيع الاوامر اوبي كوماندز يطيع الاوامر يحرك رجلي حسب الاوامر، هذا نعطيه 6. اوكي، اذا اوبي فيربال كوماندز هذا نعطي 6. اذا لوكالايز تو ذا بين، يعني يسوي لوكالايزيشن للمكان اللي يوجعه، لوكالايز تو بين، هذا نعطيه شنو؟ 5. اذا وذ درو البين، يعني يرفع رجليه او يرفع الطرف مالته، وذ درولز تو بين، يسحب للألم باتجاه الألم، وذ درول تو بين، نعطي 4. اذا ابنورمال فلكشن تو بين، مثل ديكورتوريت، يعني ابنورمال فلكشن مو نورمال فلكشن البين، ابنورمال فلكشن ديكورتيكيت نسميه، 3. اذا اكستنشن تو بين، يعني انت تقرصه هو يسوي اكستنشن، هذا هنا تقرصه شو يسوي؟ فلكشن، هنا تقرصه يسحب باتجاه الوجع، الوجع المكان القرصه، هنا تقرصه يحدد الوجع، هنا لا حسب ما تأمره يتكلم يستجيب. زين، هنا abnormal flexion، وهنا بعد آخر شيء لا extension to pain، عكس هذا. فش يصير؟ هذا disperate يسمونه، هاي decorticate وهاي disperate، هذا نعطيه شنو؟ نعطيه 2. إذا ماكو أي response، no response، نعطيه 1. يجوز مثلا هنا هسه هذا سوى abnormal flexion اللي هو 3. فإذا هالشكل هاي مثلا 3 و3 و3 شو يساوي؟ 9 جلاسكو كومو سكيل. وهكذا كلما قلت كلما باد بروجنوسيس، كلما ارتفعت ووصل 15 النورمال. 15 شنو؟ النورمال. What are the three most important prognostic indicators in head injury؟ البروجنوسيس ثلاث مؤشرات عنده، الايج العمر، والجلاسكو كومو سكور والسكيل، هذا كلما ارتفع كلما جود بروجنوسيس، وبعد سيفيريتي اوف انجري اون هيد سيتي، اون هيد سيتي سكان، سيفيريتي اون سيتي سكان، عنده مثلا هيماتوما، عنده اديما، عنده بالسيتي سكان اذا سيفير، معنى هذا ايضا مؤشر باد بروجنوسيس. اوكي، يستثنى من هذا انه اف يو ريفيرس ذس وذ جود تريتمنت، اذا سوي هيماتوما ايفاكيويشن مثلا يتحسن ال شنو الريسبونس، يتحسن البروجنوسيس، هذا الاستثناء. اوكي، الاكسبشن اذا ايرلي سوي ايرلي ديكومبريشن اوف سب ديورال هيماتوما اور ابيدورال بليدنج دراماتيكلي امبروف ريسبونس. What is the appropriate management of increasing cranial pressure؟ شلون نعالج treatment of increased intracranial pressure؟ أول مرة نسوي hyperventilation، hyperventilation هذا يسوي لنا vasoconstriction ويقلل لنا الإديمة. ثانيا الهيد أب، هيد أب، نخلي الجسم هيك أنتي ترانديلبرغ بوزيشن، الجسم نخليه بالريفرس اي انتي ترانديلبرغ بوزيشن. اوكي، ونرفع الهيد اب من البيت. وثالثا شو نسوي؟ نعطي سيديشن، سيديشن. ونخلي الهيد ان ميد لاين بوزيشن، ونسوي انتي ترانديلبرغ بوزيشن، ونتاكد انه بيشور اوف سيرفايكال كولر، سيرفايكال سباين، نخلي له كولر، والكولر نتاكد انه نوت تو تايت، نوت تو تايت. اوكي، بعد
نعطي ويد مستر مانيتول مانيتول وفلوسيمايد مدررات ايضا اللي هو لازكس حتى نقلل الإديمة وفيفر سبريشن باي انتيبايرتيك فيفر سبريشن زين وقد نحتاج الى شنو فينتريكولوستومي وين انديكيتد اور كرانيو اكتومي وين انديكيتد بعدين قد نحتاج الى شنو سيرجري اوكي هذا اللاين اوف انكريز اوف تريتمنت اوف انكريز انترا كرانيال بريشر وات ار ذا ديترمينانت اوف سيريبرال بيرفيوجن بريشر سيريبرال بيرفيوجن بريشر شنو الديترمينانت هو مين arterial pressure minus what minus intracranial pressure يسمونه cerebral perfusion pressure okay what are the goals in increasing intracranial pressure in intracranial pressure What are the determinants of brain death? Determinant of brain death. What are they? First, lack of brain stem reflexes. Lack of brain stem reflexes. Second, lack of motor response to stimuli. Lack of motor response to painful stimuli. Okay. بعد, lack of pupillary light reflex. Dilated pupil بعد شنو and no reflex no pupil reflex بعد lack of vestibular ocular reflexes vestibulo-ocular reflex. بعدين شنو apnea PCO2 more than 60. Apnea. No breathing. PCO2 more than 60 millimeter Hg. Okay. هاي كلها علامات البرين. شنو؟ Brain death. What other restrictions apply? كن نتأكد إنه هذا المريض اللي شخصنا brain death. شنو؟ كن no narcotics. مو under narcotic effect. No sedatives. No muscle relaxant. No anesthetics, no relaxants, no metabolic dysfunction, no severe metabolic dysfunction, no severe metabolism, metabolic dysfunction. بعد نورموثيرميا مو هايبوثيرميك نورموثيرميا اذا ذني ما موجودات اوكي تاكدنا منهن وعند هذه العلامات هذا يساوي برين ديث اوكي
هذا النيوروجينيك نيوروجينيك أو نيورولوجيك سيستم.